اهلا بكم مشاهدينا على نمسا ميديا لنكتمل بالمعرفه. النهارده الثلاثاء بيقف قدام محكمه راونشتاين الاقليميه في بافاريا مهرب عايش في فيينا اسمه سامر، متهم بسبع جرائم قتل. في 13 اكتوبر 2023 السوري سامي نقل 22 لاجئ من سوريا وتركيا بشاحنه مرسيدس بيتو من النمسا لالمانيا، وكان في 25 شخص في الشاحنه في وضع خطر ومعاهم عربيه بي ام دبليو لحمايتهم. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، لما حاولت دورية شرطة ألمانية على الطريق السريع توقف الشاحنة في نص الليل، سامر هرب بالعربية ووصل سرعته ل 180 كم في الساعة رغم أن الوضع كان خطر على الركاب، وفضلت المطاردة لحد ما وصل لمخرج أنفينج والشاحنة اتقلبت، وده السبب في وفاة 7 أشخاص منهم طفل عنده 6 سنين واتصاب 15 تانيين بجروح مختلفة، منهم طفل سوري عنده 11 سنة دلوقتي مشلول ومش قادر يتكلم في العناية المركزة. سجل سامر بيقول انه هرب لاجئين قبل كده كذا مره، وبيتقال انه نقل لاجئين من تريس كيرش لمنطقه ميونخ 3 مرات واخد 12200 يورو مقابل. دلوقتي بيتواجه بتهم بسبع جرائم قتل وبيتهم انه هرب من الشرطه عشان يحمي نفسه على حساب حياه الناس اللي كان بيقتلهم. ومحاميه هانز يورج شفاتس بيقول ان موكله ما كانش عايز يقتل حد، لكن الادله زي فيديو المطارد وتقارير الشرطه بتقول غير كده. الحكم المتوقع بيطلع يوم 5 نوفمبر وسامر ممكن يواجه السجن مدى الحياه. كنت معكم أنا بوتانا سلام، وإلى اللقاء.